ثلاث علامات في الحلم، لو شفت أي علامة منهم اعرف بأنك مسحور أو هناك أعداء يسحروا لك ويكيدوا لك بالسحر والحسد، وعليك بالرقية الشرعية. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أحبائي في الله، ومع حلقة جديدة بعنوان ثلاث علامات في الحلم تحذرك من أعداء يسحروا لك إذا رأيت أي علامة منهم، عليك بالرقية الشرعية وقراءة سورة البقرة، وأن تحصن نفسك وبيتك وأهل بيتك بالرقية وبسورة البقرة. أول علامة وهي مضغ العلكة أو المستيكة، مضغها وتشوفها تكبر في بقك وتصبح بقك مملوء بالعلكة أو بالمستيكة، ويصبح فمك مملوء بيها ولا تستطيع الكلام، وسنانك تكون ملتصقة بسببها ولا تستطيع الكلام ولا تستطيع التنفس، هي علامة بأن هناك أعداء سحروا لك سحر مأكول، فعلوا لك السحر على الأكل وأنت أكلته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنجاة هي أن تستعيذ بالله من هذه الرؤية، وأن تصلي ركعتين وتتصدق لله، وأن تطلب من الله عز وجل أن يحفظك من شر أعدائك، وتحفظ نفسك وتحصن نفسك بأذكار الصباح والمساء والرقية الشرعية. وإحنا عملنا حلقات كثيرة عن الرقية الشرعية، عملنا حلقة رقية ماء السدر وهي أن تغتسل بماء السدر، شاهدوها وإن شاء الله تكون لكم سبب للشفاء من أي سحر. عملنا حلقة رقية الملح وهي تطهر دياركم من الحسد والسحر والتعطيل، وعملنا حلقة الرقية الشرعية التي تستمع لها 7 ليالي متواصلة قبل نومك تكون لك شفاء. فإذا رأيت هذه العلامة في الحلم أسرع إلى الرقية الشرعية، أو استعين براقي شرعي، والأخوات تستعين براقية شرعية حافظة للقرآن ترقيهم بإذن الرحمن. تاني علامة وهي أن ترى المسامير أو الدبابيس في جسدك، لو بتشوف إن جسمك مليان مسامير أو مليان دبابيس أو مليان أشواك، شيء في جسمك ملتصق بجسمك أو متعلق بجسمك، مسامير، أشواك، أسلاك، أي شيء حاد ملتصق بجلدك أو ملتصق بجسمك ويؤلمك في الحلم ومنظره مخيف لك في الحلم، اعلم بأن هناك سحر فعل عليك، وعليك أن تتخلص من هذا السحر بالرقية الشرعية وقراءة سورة البقرة والاستماع لها، وأن تستعين براقي شرعي يرقيك ويدعو الله أن يشفيك، وهو الشافي المعافي. ثالث علامة والعلامة الأخيرة وهي رؤية الحيوانات المفترسة في الحلم كالكلاب والقطط والأسود والنمور والذئاب بصورة متكررة، لو بيتكرر عليك حلم الكلاب بتجري وراك وبتهجمك، أو الأسود بتهجمك، أو القرود بتنظر لك، أو الفهد أو الذئب أو القطط بتهجم عليك أو بتجري وراك أو بتخوفك، كلها علامات بأن هناك جن متسلط عليك من سحر، وأن هناك عدو لك يذهب للعرافين والكهنة والساحرين ليسلطوا عليك الجن ومرضة الجن، فعليك أن تستعيذ بالله الواحد الديان من شرهم، عليك أن تقرأ سورة البقرة وتجعلها تقرأ في بيتك كل يوم، عليك أن تستعين بالرقية الشرعية وأن تستمع لها وتقرأها وتجعلها تقرأ في بيتك كل يوم، عليك بأن تغتسل بماء مرقي وتشرب منه وتسقي منه أهل بيتك، عليك بإخراج الصدقات وأن تسارع إلى الله بأن يحفظك، ليس لها من دون الله كاشفة الذهاب للعرافين والكهنة، ومن يفكون السحر بالسحر لن يفيدك ولن يفيدك إلا الله، فالجأ إلى الله، هو رب الأرباب وهو مسبب الأسباب، وهو الذي خلق الإنسان من تراب، وهو الذي يحيي العظام وهي رميم، فعليك أن تستعيذ بالله من شر الكهنة، استعيذ بالله رب العالمين. هذا والله وحده أعلم، وانتظرونا في حلقة قادمة ومع علامات جديدة ومعناها في الحلم. اللهم لك الحمد يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على النار.
الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا يا رب؟ إلى عدو ملكته أمرنا أم إلى بعيد يتجهمنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، نعوذ بعظمتك ونورك الذي ملأ أركان عرشك أن يحل علينا سخطك أو ينزل بنا غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا إنا أصابنا الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله لا إله إلا هو، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من حر العين وبرد العين ووصب العين وكل شيطان رجيم وكل سحر وساحر وكاهن ومن شياطين الإنس ومن الجن وما يفعلون. اللهم أغثنا وحصنا وحصن بيوتنا وأهلنا. اللهم احفظنا واحفظ لنا آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وبيوتنا وأرزاقنا وأعمالنا وكل ما وهبتنا من عيون الحاسدين. احفظنا من عيون الحاسدين وقلوب الماكرين وسحر الساحرين ومرضة الشياطين، وحصنا بحسنك يا كريم واحفظنا بحفظك يا رحيم. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.